خليني طرحت لك اهو 3 اسئله. أوكي. لو الست عرفت ان جوزها بيعرف واحده تدور بقى وتفتش وتجيب بقى الواحده، ده انا بسمع قصص. أيوه. تقول لك جبت نمرتها وكلمتها وهددتها ورحت لها قصص دي. ناس وناس تانية ايه انا قلت ناس تانية بتطنش. أيوه. وناس بتواجه بتقول له بقى هو ولا احنا برضو بنتكلم في حته ان هي اساسا تدور تنخور عشان تعرف، اللي هي تنخور في تليفونه وتفتح في تليفونه وتفتش في تليفونه عشان تعرف من الاساس يعني. عادي اللي نبتدي في المناقشه فيها. ايوه طيب، هي مبدئيا كده لما انا ادور وراه هو حلو ان انا برضو بنسب ان انا ابقى مخليه بالي، ودي في غريزه الست اوريدي يعني. اللي هو ابقى مخليه بالي مع جوزي كده، لو حسيته اتغير او حاجه في حاجه كده ولا كده بلقطها من غير ما ادور. لا بتلقطيها ازاي؟ تلقطيها من غير ما تدوري، بتحسي كده ان هو فجاه تشيك من غير مناسبه، فجاه بقى ينزل زياده عن اللزوم. ولو هو شيك على طول وبيلبس على طول وبينزل، لا بتلاقي فيه يعني بيبقى على طول، بس في كده حاجه زادت، بقى يتاخر بره زياده عن اللزوم، بقى لما يجي له تليفون ياخده وينزوي بره. يعني في كده حاجات بتجد عن المعتاد. تمام. فلو جد حاجه عن المعتاد ده خلاص انا من غير تدوير. لكن التدوير في التليفون شويه في مشكله. في ايه؟ ان هو بيحمل اتجاهين. يا اما هدور فمش هلاقي حاجه، فهرجع بيمسح اول باول ومظبط بيمسح أمور. مظبط حلو، اللي بيعمل حاجه غلط بيمسح اول باول. بس لو شافني بلعب في تليفونه هيعمل ايه؟ هو هيتخانق. وهيعمل اسقاط وهيعمل خناقه، وهو اللي هيبقى زعلان وانا اللي بصالحه. هو انا مش قلت 100 مره ما تمديش ايدك على تليفوني؟ الجنان اللي انت دي. وهيعمل قصه علشان يخليني ما امسكش تليفونه تاني، فهبقى جبت لنفسي الاذيه. ده من ناحيه. ومن ناحية تانية لو فتحت تليفونه ولقيت حاجة العادي والطبيعي بتاع 80% من الستات هعمل قلبان. وارد انها تكون في المسج اللي موجودة بينه وبين اي حد عادي وعلى اساسه البيت يتقلب، وممكن تكون في هو في علاقة فعلا فهتحط في مزنة انا هعمل ايه. من البداية انا مش مع ان انا اشد طرف الخيط لما اوصل لحاجة دي. عشان يعني ما نكدش على نفسي بنفسي واعمل مشاكل لنفسي بنفسي. فمع ان احنا نركز على الحل، اللي هو لو انا ركزت مع جوزي واهتميت بيه واهتميت باللي بيحبه ووثقت فيه، بنسبة كبيرة هبقى هينسى اللي بره حتى لو بيتعامل مع ستات. او هتبقى نسبتهم عنده قليلة. كل يعني ده اوبشن رابع. ده اوبشن رابع في ايه؟ انه لو انا شكيت ان هو يعرف حد او انه بيعمل علاقة او كده، الاوبشن الرابع انها تشوف بدايل للعلاقة دي او تحط نفسها او تعمل اي حاجات تظهر نفسها قوي. اركز على الحل. ممكن اكون مؤخرا كنت مش مركزة معاه، امتحانات الولاد مش عارفة ايه، اظهر نفسها ليه قوي، اقول له ان انا واثقة فيه واكد عليه ان انا واثقة فيه. ده بيخليه يقلل قوي العلاقة اللي بره لو في علاقة، او يخليه اصلا احتكاكه بالستات عادي لان هو فولفيلد، هو عنده اكتفاء من مراته. تمام. ده يعني علاقات صرف. طالما انا مكفياه زي ما بيقولوا يعني خلاص، هو مش بيتعامل مع اللي بره عادي. لكن لو انا بيرجع البيت يلاقيني معيطه ورابطه القمطه وبشتكي لمين وبشتكي لفين وانت رحت فين وقول لي كنت مع مين وابعت لي اللوكيشن، فهحس ان انت لو كنت نزناز قيراط بداتي تبقي 5، بداتي تبقي 10، فبدات احس ان ايه ده، هو انا ايه اللي يرضيني بالعيشه دي؟ فادخل نفسي في مشكله. فده اللي انا بتكلم فيه، ان انا بدور على مشكله ممكن يوصلني في الاخر لمشكله. تمام. انا مش برجح حته ان هي تدور في تليفونه ده.